السلام عليكم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض في تعليم بعض أوامر الكام وورك ده مورك 2019. من أول 2018 في برنامج السوليد وورك بدأ يضيف الكام مع البرنامج. هنبدأ من خلالنا نبدأ نتعرف على واجهة البرنامج. طبعا النسخة اللي أنا شغال عليها ديت دي نسخة الكام، بيبقى من 2018 في النسخة، بتبقى في نسخة موجودة بس مش كاملة مش قياسية. هنبدأ نتعرف أول حاجة عشان نبدأ نعرفها، هو هدف الكام إن أنا عايز ملف كاد عايز أحوله لكام عشان أعمل عملية إنتاج للجي كود عشان نبدأ نشتغل بيه. طبعا إحنا هنا في برنامج الكام بيبدأ يشتغل على 2.5 أكسس و 3 وفي الميلينج و 4 والتورنينج غالبا بيبقى 1 و 2 و 3. هنبدا نتعرف على التفاصيل ديت ان شاء الله. يا ريت تدعمونا في شير ولايك للقناه وشكرا. هنبدا اول حاجه نبدا نشوف هنا بيقول لك ديفاين ماشين. تعال نشوفه يعني ايه ديفاين ماشين. لو بدانا نلاحظ هنا هنلاقي بيقول لك ايه هي الماشين اللي موجوده عندك في الورشه. ميلينج 2.5 اكسس 2.5 اكسس ولا 4 ولا 5 على حسب الماشيننج اللي احنا هنبدا فيها. طبعا دي نسخه قياسيه، لو النسخه اللي جايه مع السوليد وورك وانت سطبتها في الاول هتلاقي عندك ال 2 و 4 والتيرنينج سنجل، هي نفس التفاصيل بس مش هتلاقي كل الماشينين ديت موجوده عندك. هنبدا نختار نوع معين من الماشين. كده احنا اخترنا اللي احنا هنبدا نعمل عليها شغلنا اللي هي 2.5 اكسس. تاني حاجه هنبدا هنا بيقول لك التول كريب، هنا بيقول لك اختار لي برج العده اللي انت هتبدا تشتغل فيه. هنبدا ولكن نشتغل في البرج ده. طيب هنا ده او ده، طبعا احنا بنبقى في الورشه مدخلين التول اللي موجودة عندي حقيقيا في الورشة، لكن هنا انا بشتغل بالتوتوريال اللي موجودة عندي فبشتغل اي تول. فنبدأ نختار وليكن ده. هنا بيقول لك مثلا لو انا عايز اسميه بنفس المنطق كده 1.0، هنا بمعنى صح بيقول لي اللي انا مثلا لو عندي دريلينج، الدريلينج ديت مثلا طبعا احنا عارفين ان برج العدة يبقى فيه دريلينج تيبر كده. الدريلينج ديت بيبقى مثلا في منها 10 قطع متركبين كلهم بيحتوي على رقم، كلهم بيحتوي على اسم دريننج، ولكن في دريننج مثلا على حسب القطر بتاعها فبيبدا يقول لك 1.1.1.2 بنفس الطريقه. هنا الاختيار ده بيقول لك ان انا عايزك ترجم لي ان انا اشتغل من البرج ده، ما تجيبليش طول من قطع ثانيه. هنا البوست بروسيسور ده بيبقى مسؤول عن العده، قصدي مسؤول عن المكنه. المكنه كل مكنه بتيجي بيبقى فيها بوست بروسيسور، ده اللي بيفوض منه من خلاله بيطلع الجي كود بتاع المكنه. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي انا عندي ان المكنه ديت مثلا 3 اكسس 4 اكسس على حسب ما احنا عايز جايبين في الورشه عندنا. بيبقى نبدا نفكر بقى المكنه ديت بتتحرك مثلا السبندل بتاعي طوله كذا، إيه ما ينفعش اخد طبعا المعلومات اللي تبقى مثلا زي على المخاطه زي ما احنا كنا دارسين في الورشه، يقول لك مثلا سبنتل لازم يكون قطره كذا، مواصفات المكنه بياخد الشغله لازم ما تطولش عن كذا بنفس الطريقه دي. طب كل ديت ليه؟ عشان من خلالها نبدا نخرج عمليه الجي كود، لان طبعا هي لها سرعه معينه في دريت معين. كل ده بيبدا يعمل عمليه زي ما اقول لك مقارنه بين جوده والطول اللي انت بتستخدمها بحيث يطلع لك افضل انواع الخامه، ازاي استخدمها بافضل الاشكال بحيث ينتج لك منتج فينش كويس. طبعا البوستنج ده هنا بيقول لك هنا الكولينج انت عايزه يبقى فيه عمليه انتاج، يعني هو ينتجه لك عن طريق الجي كود ولا انت هتعوز تعمله بشكل لوحده. هنبدا نتعرف على باقي الاوامر زي مثلا الستوك. هنا الستوك بيبقى هنا بيقول لك عرف لي الماده
الخام شكلها عامل ازاي. بمعنى ايه؟ بمعنى تعالى نجرب مع بعض نرسم بعض الشكل، وليكن اي شكل كده بسيط. طبعا ان شاء الله هنبدأ مع بعضينا، هرسم لك بعض الاشكال. هيبقى من الكورس بتاعنا من خلال الاشكال هنبدأ نتعرف على البرنامج، عكس ما انا بقول لك ده وده وده والتفاصيل دي. ده هيبقى افضل ان شاء الله. يعني هفترض مثلا انا كده عندي مثلا مادة خام بالشكل ده، تمام. انا وليكن عاوز انتج مادة خام بالشكل ده. هنخش على الكام ووركس. اول حاجة هبدأ اعرف المشين بتاعتي. زي ما احنا عارفين تو فيونت باكسس، هقول له بس هنختار لي برج العدة ده، وعايز المشين الاولانية توتوريال وشكرا. هيبدأ يقول لك ايه، طب انت كده عرفتني المشين. عايز اقول لك يعني الستوك شكل المادة الخام اللي جيالي اللي انا هطلع منها الشكل ده. تعالى احنا عندنا اربع انواع عشان نبدأ نعرف المادة الخام. اول حاجة اللي هو بيحطهولك بشكل مستطيل، وطبعا انت بتبدأ تزود بالشكل ده او تنقص بالشكل ده، تمام، زي ما احنا شايفين. ولو ضغطت هنا بيبدأ يزود لك في الاتجاهين بنفس المسافة، ونفس النظام هيبقى واي وطبعا زد. دي اول طريقة في تعريف المادة الخام. هنا بيقول لك عرفها لي عن طريق سكتش. تعالى كده انا هنا رسمت سكتش داخل كده هنا، اقول والله السكتش ده بدأ يعرف لي المادة الخام عن طريق السكتش ده. وهنا ببدأ ثواني، امسح خالص. هو هنا عايز يتعرف على المادة الخام بسكتش، مش بالطريقة دي. هعمله لكم بطريقة اللي هو يتعرف عليها. هو السكتش بيكون في الخارج مش في المنتصف او في خلف. الشكل ده كده يبدأ نتعرف. الشكل ده هنا ابدأ اعرفه السكتش. وابدأ اشوف المادة الخام ارتفاعها بيكون قد ايه، واعمل له اوكي. بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ديت اول واحدة، قصدي تاني واحدة في الستوك. النوعين التانيين مش مستخدمين بس هنتعدى نتعرف عليهم. هنا بيقول لك ضيف لي بارت. يعني ايه؟ يعني هات لي بارت انت بتكون رسمه،
فبيتعرف من خلال البارت، تمام؟ ده النوع. لكن هنا بيبقى من خلال ملف اكسل، يعني ملف بيحدد لك، تبدا ترفعه من هنا ستيل فايل، ملف من خلال ده بتبدا ترفعه بيعرفه لك إيه ابعاد القطعه ديت، ايه المستخدمين واللي هنستخدمهم من خلال الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. هيبدا يده يده، وغالبا بيبقى الاولاني، لان ده يبقى فيه اوامر كافيه للبرنامج لاي قطعه احنا بنشتغل عليها، تمام. عايزين برضو نبدا نتعرف على باقي، طبعا احنا عارفين كل ده من خلال الفيديوهات السابقه، ويا ريت تراجعوها. هيبقى فاضل من الكام، بيبدا من اول هنا. في حاجه هنا الكام فيوتشر 3 ديت بتبقى فيها الماشين الستوك، العمليات اللي هتتم فيها هنا الاوبريشن 3، العمليه اللي تمت في الشغله بتبدا تظهر لك هنا، وهنا التول اللي انت بتستخدمها في العمليات الماشين، تمام. هنبدا نتعرف على من خلال الفيديوهات الجايه ان شاء الله على بعض الاوامر اللي احنا، او بعض العمليات بمعنى اصح، اللي ممكن يتمها في الكام ووركس 2019. يا ريت تدعمونا في شير ولايك للقناه، وشكرا